السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم برنامجكم الرمضاني اليومي الحياة والدين، ومرة أخرى بصحبة ومعية أستاذ عيسى المدغري، خطيب جمعة، واعظ ملتزم مع المجلس العلمي بمدينة النظر، وكذلك مدرس لمادة التربية الإسلامية. وموضوعنا اليوم حالنا مع القرآن في رمضان. سي عيسى، مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. أستاذ عيسى، كبداية الحلقة ديالنا نوضح للمشاهدين علاقة رمضان بالوحي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن شهر رمضان هو الشهر الذي يتميز بميزات وبركات، ومن أعظم تلك الميزات أن الله عز وجل أنزل فيه كتبه السماوية، فالتوراة والإنجيل والزبور نزلت جملة واحدة، وكذلك القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة، ثم بعد ذلك صار ينزل مفرقا على الأيام والسنين والوقائع والأحداث حتى اكتمل نزوله في 23 سنة. فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقال تعالى في آية أخرى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فالقرآن الكريم نزل، بدأ نزوله في هذا الشهر الكريم، وقال عنه سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس في شهر رمضان القرآن مع جبريل عليه السلام في كل عام مرة. وكان كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه الجبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا هو الجو الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن. أستاذ، كيف كان حال السلف الصالح مع القرآن الكريم؟ سؤال وجيه. السلف الصالح ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم كان حالهم مع القرآن عجيبا. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان إذا قرأ القرآن، إذا دخل المحراب وصلى بالناس، لا يكاد يسمع صوته لفرط بكائه وتخشعه. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أحيانا ربما سمع أحدا يقرأ آية أو سورة فيمرض شهرا ويعوده الناس ويعتقدون أنه مريض، وما هو بمريض، وإنما هو يعني خشوع وخضوع لكلام الله سبحانه وتعالى. وثبت عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله موجها هذه النصيحة لحاملة القرآن، يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس، وبصيامه في النهار إذا الناس مفطرون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون. وهذا الزهري أحد كبار العلماء يقول: إذا دخل رمضان، كان يقول إذا دخل رمضان إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وهذا الإمام الشافعي ورد عنه أنه كان يختم في كل يوم القرآن كله في رمضان، حيث كان يختم في رمضان 60 ختمة سوى ما يقرأ في الصلاة. وهذا الإمام البخاري رضي الله عنه كان يختم في رمضان في النهار كل يوم ختمة، ويقوم بعد التراويح كل ثلاث ليال بختمة. واللائحة طويلة، كانوا يطبقون القرآن في حياتهم حتى كان كل واحد منهم قرآن يمشي على الأرض، ففتحوا الكثير من البلدان بخلق القرآن. أستاذي، كيف حالنا مع القرآن الكريم حاليا؟ نعم، في الحقيقة ينبغي أن نطرح بعض الأسئلة على أنفسنا. نعم. هل نتلو كتاب الله في رمضان حق تلاوته؟
هل نتدبر آياته ومعانيه؟ هل تتأثر قلوبنا بسماع آياته؟ هل يزداد إيماننا عندما تقرأ علينا آياته وتقشعر جلودنا؟ فالله عز وجل يقول في وصف المؤمنين الصادقين، يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ألا بذكر الله ثم تلين قلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ويقول سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول سبحانه وتعالى مبينا قساوة بعض قلوب قلوب بعض الناس: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ولذلك دعا الله تعالى المؤمنين وأمرهم فقال: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أستاذي، وضع القرآن ووضعت معه واجباتنا، فما هي واجباتنا نحو القرآن الكريم في رمضان؟ انطلاقا مما سبق، فإن هذا يفرض علينا واجبات، ويفرض علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة حازمة، وأن نضع برنامجا صارما لعلاج قلوبنا بكثرة الذكر والصلاة والصدقة والعطف على اليتيم والمسكين والأرملة، وأن نستشعر ونحن نتناول المصحف أننا مقبلون على أن نخاطب رب العالمين، رب السماوات والأراضين، وأن نستحضر ونحن نقرأ القرآن الكريم أن الله عز وجل يخاطبنا بكل آية وبكل حرف فيه، فنتنقاه نتلقاه بكل حواسنا وانتباهنا، فنحول التدبر النظري إلى سلوك عملي. وعلينا جميعا نحن المؤمنين المؤمنات والمؤمنين أن نجعل مع القرآن ثلاث مسارات، أن تكون لنا ثلاث مسارات. المسار الأول مسار الإكثار من التلاوة وتكرار الختمات، فيجعل الإنسان لنفسه جدولا ينضبط به بحيث يتمكن من ختم القرآن عدة مرات ينال خيراتها وبركاتها. هذا أولا. ثانيا، المسار الثاني مسار التأمل والتدبر، فيتدبر المسلم صفحة كل يوم يفتتحها في شهر رمضان، ثم في كل يوم يطلع على بعض كتب التفسير ثم يتدبر في هذه الصفحة ويستخرج أوامرها ونواهيها ويقف على دلالاتها، ثم يعزم على تطبيق ذلك ومحاسبة النفس عليه. أما الخطوة الثالثة والمسار الثالث فهو مسار الحفظ والمراجعة، وهذه فرصة لمن كان قد حفظ ونسيه أن يراجع محفوظه وأن يسترجع ما نسيه من كتاب الله عز وجل. هذه فرصة عظمى لتثبيت الحفظ واسترجاع ما ذهب. نعم أستاذ، هل صحيح ما يقولون أنه شخص ما إذا حفظ القرآن ونسيه ارتكب إثما؟ هذا الكلام يصح إذا كان قد فرط وتعمد التفريط، تعمد أن لا يكرر ما محفوظه، لا شك أن هذا يخشى أن يكون من الذين قال الله فيهم: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. أما الذي نسي بسبب مرض أصابه، لم يعد تعود الذاكرة كما كانت، أو بذل مجهودا وكان يحافظ على ورده ومع ذلك نسيه، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها.
أستاذ عيسى المدغري خطيب جمعة وواعد ملتزم مع المجلس العلمي بمدينة الناظور، وكذلك مدرس مادة التربية الإسلامية. شكرا لك على معلوماتك القيمة، كنت معنا في برنامج الحياة والدين. فعلا كنت معكم في هذا البرنامج الجيد الشيق الذي استدعيت إليه، فشكرا لكم على هذه الاستضافة. مشاهدينا الأعزاء، وصلنا لنهاية الحلقة، نتلاقاو غدا في حلقة جديدة وموضوع جديد، وبصحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.